نشاركوا في هذه المسيره السلميه. كنطلبوا حقنا، حنا ضايعين في الارض ديالنا وضايعين في اللوز وفارقان وضايعين حتى في الماء في النطفيات. هذوك الناس غا خدامه ولكن ما عندهمش الاسلوب ديال الانسانيه. هذوك الناس خارجين النطاق ديال البشريه. اذا هضرتي معاهم ما على النطفيه ديالك يضربوك، ما عندهمش المنطق ديال الانسانيه. مال الاكتباء فين غتشوفهم؟ ما كاينينش. هذوك غير خدامه، غير هذوك السراح وصافي، يباتوا في الخلا وقابلوا الكتباء في الخلا كيعرفوا كيعبدوا الكتباء صافي، ما عندهم ما يعرفوا حتى شي حاجه الا الكتباء. وكيتعداو على 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 الناس، على 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 الاملاك ديالهم. ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا. حنا جينا كنطلبوا حقنا، واللي كيطلب حقه ما لي عيب. كنطلبوا حقنا بالسلم، وكنطلبوا المسؤولين يتدخلوا في هذا الشيء في القريب العاجل. والله ينصر سيدنا، الله ينصر جلاله الملك، الله ينصره. هو اللي ان شاء الله اللي غيحل هذا المشكل ديال سوس ان شاء الله بجد الله. بجوج كلمات مشيتي اليوم غتكرفصوا عليك، عرفتي؟ مشيتي اليوم غتكرفصوا عليك، ما مشيتيش الممتلكات ديالك غيتخربقوا عليك، كل شيء. هما سبحان الله العظيم ما كاين مرقو. جينا باش اننا نوصلوا صوتنا ونوصلوا واحد الرساله، يعني للمسؤولين. الناس متضررين مجموعه د الحوايج. اولها الملك الغابوي، تحديد الملك الغابوي، يعني الملك يعني حفظته الدوله، يعني وداته بالنسبه للرعي الجائر، بالنسبه للحلوف، يعني مجموعه من المسائل، اي والزواحف. ما بقاش السكان يعني مستطاعين وقدروا انهم يتعايشوا في ذاك الوضع. الناس صبروا وصبروا، ولكن وصلت واحد الوقيته اللي كنقولوا لها فيها المسؤولين والمخزن الله يجازيك بخير، لقى السكان ديال الجبال الحل. راه ما يمكنش اننا نقبلوا بهذا الوضع. ظهر الاخ لان الجنويه وصلت العظم. بصراحه حنا صابرين مده من زمان. هاد الناس يعني الدوله، حنا كنهضروا على الدوله اللي حطت علينا اول منذ سنين هذه الخنزير البري باش نخرجوا من المنطقه ديالنا. المهم خلاو لنا الخنزير البري، حنا صامدين تما. ورغم هذاك الشيء حنا كسواسل بقاله حنا اللي هازين الهم ديال البلاد. ما كانش الدوله اللي كتعاوننا من الماء، من الطرق، من اي حاجه. ما كنستافدوش، حنا كنعطيو للدوله. من بعد الخنزير البري، من بعد الخنزير البري جا الرحال. الرحال سيدي جاو كيغتصبوا الاملاك ديال عباد الله، كيدخلوا للديور، كيغتصبوا العيالات ديال الناس. اليوم خرجنا باش نددوا بسياسه كذلك الحلوف والخنزير البري اللي كيلوحوا في المناطق، والحيوانات المتوحشه والزواحف السامه والعديد من الاشياء الاخرى، وكذلك بالممارسات كما قلت التي تمارسها العديد من الجهات لتهجير السكان من هذه المناطق.